من امبارح للنهارده الناس كلها عرفت هو ليه مباراه امبي اتلعبت النهارده ومباراه الزمالك والاتحاد هتتلعب بكره والاسماعيلي هتتلعب يوم الاربعاء. عرفنا لان لازم قبل يوم 10 تبعت الاربع فرق المشاركه في البطوله الافريقيه. تمام. طيب 22 حكم منهم 21 حكم للساحه وحكم واحد فقط للرايه. عندنا مشكله كبيره في موضوع التسللات، لازم ناخد بالنا. ويا كابتن وجيه الفتره القادمه وكل اعضاء لجنه الحكام وكل اعضاء اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، من فضل حضراتكم المباراه القادمه هي او الست مباريات القادمه بالنسبه للتنافس في قمه الدوري والتنافس على الهبوط هي مباريات صعبه جدا لا تحتمل الاخطاء ولا تحتمل التجارب. احنا مع حضراتكم وفي ظهركم بان الحكم المصري هو حكم يستحق ان احنا نقف في ظهره، ودي الحقيقه. والنادي الاهلي طوال تاريخه دائما ما يؤازر الحكام المصريين ويقف في ظهرهم، لانه لازم المنظومه كلها تكتمل سواء لاعبين او اجهزه فنيه او حكام. فمن فضل حضراتكم الموضوع ده برضو مهم جدا عايزين نتكلم فيه، لانه في النهايه مرة تانية وهأكرر مرة تانية الست مباريات القادمة سواء في التنافس على قمة الدوري أو في القاع لا تحتمل الأخطاء. وتخيل حضرتك أن اللي بياخد القرار في لعبة جدلية ممكن يكون حكم وحكم رائع وكل حاجة، ولكن ما لعبش مباريات أهلي وزمالك مثلا قبل كده، أو أهلي وإسماعيلي، مباريات للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي. فناخد بالنا من الموضوع ده. لكل اعضاء لجنه التحكيم ولكل اعضاء اللجنه الثلاثيه من فضلكم خلي بالكم الست مباريات القادمه لا تحتمل اي شيء. في النهايه هي كره قدم، يفوز من يفوز ويهزم من يهزم ويتعادل من يتعادل، ولكن يبقى الموضوع واضح للجميع. واضح للجميع.